صباح الخير سلمى. صباح الخير إليك نور. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد إن شاء الله يا رب هالنهار يكون كلياته رزق وخير وصحة وتوفيق لكم بكل المجالات. وأكيد اليوم بلش هيك الطقس شوي يصير شتاء بس معتدل يعني واضح المعالم صح المنخفض اللي كان هلا نحن الاسبوع الماضي نحن من اي صنف؟ انا من محبي الشتاء. نحن الاثنين من محبين الشتاء بس في محبين التقلب الجو. نحن مع الثبات ما بنتغير يعني يا شتاء شتاء صيف صيف. هلا ما عم بيصير هيك للاسف. وحتى احيانا عم يكون كثير في برد الصباح كثير في برد بالليل الظهر عم يكون شوب. هلا اخر مره كان معنا الاستاذ شادي جاويش المتنبئ الجوي قال يعني مع بدايه شهر 12 رح يكون الشتاء يعني تحسي فعليا في ثبات بالمناخ الجوي. خلينا سلمى نصبح معكم ومع كل المشاهدين لكم يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من رحلتنا الصباحيه لليوم. كالعاده عندنا محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا، لكن دائما نتمنى مع بدايه كل نهار يحمل الامل والخير والفرح والرزق الكثير والانفراج لكل الناس يا رب. خلونا نروح لفاصل غنائي ونبتدي رحلتنا لليوم. عروس العرب ده حلوه والمجد بيعرف سوريا قلعه ابطال ونخوه ارض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا ارض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا مزارع عزنود الفلاحين عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين مرسومة بالمزارع عزنود الفلاحين عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا المجد ربيع سوريا عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف سوريا قلعة أبطال ونخوة المجد ربيع سوريا عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف سوريا. مثل كل يوم نوارة نور بنقلب برزنامة التاريخ لنتعرف شو أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل اليوم بذاكرة الأيام. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 30 تشرين الأول، خلونا نتعرف على أهم الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم. بعام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة، وبعام 1996 إصدار ريد أليرت لأول مرة. بمثل هاليوم من عام 2005 تشكل إعصار بيتا فوق البحر الكاريبي بعد تحوله من عاصفة استوائية. هاليوم شهد على ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1900 رانيار جرانيت عالم فنلندي وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 1967. وبعام 1941 تيودور هانش عالم فيزياء ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 2005. أيضاً شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1910 جين هنري ناشط اجتماعي ورجل أعمال سويسري وحاصل على جائزة نوبل السلام بعام 1901. أما هلا سلمى بنتسأل لمادتنا التالية للتطور بالبحث العلمي بمجال الكشف المبكر محاضرة في مدرج مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلتنا علا ناصر. التطور العلمي بمجال الكشف المبكر عن السرطان وطرق علاجه
محاضرة في مدرج مشفى تشرين الجامعي لنخبة من الاختصاصيين تحت عنوان الجديد في سرطان الثدي. حقيقة الأمر أهمية هذه الندوة تأتي من عدة نقاط وعدة محاور. النقطة الأولى هي التركيز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تأتي أهمية هذا الموضوع من كشف السرطان بحجم ورم أقل من 2 سم وبالتالي إمكانية الشفاء. النقطة الثانية في هذه الندوة حقيقة الأمر التأكيد على أهمية العمل الجماعي، حيث تضم هذه الندوة محاور متعددة منها معالجة كيميائية، معالجة شعاعية وأطباء الجراحة، وبالتالي تفعيل مثل هذا العمل الجماعي يؤدي بالنهاية إلى نتائج إيجابية لمصلحة المريض ولمصلحة المشفى. حالات السرطان عندنا بال 2021 هي لسرطان الثدي، إذن هو وباء منتشر وبحاجة إلى هذه الندوة التعريفية والتوعوية لعرض آخر المستجدات، زائد هناك اقتراحات و توصيات سيخرج بها من هذه الندوة من أجل تحسين الإنذار والبقية وعلاج مريضات السرطان. كما نعلم أيضا أن الكشف المبكر يؤدي إلى نتائج، إلى تشخيص، التشخيص المبكر يؤدي إلى علاج مبكر، وبالتالي يكون العلاج فعال وبالتالي الحصول على نتائج أفضل بمعنى الوصول إلى الشفاء. رح نحكي عن بناء الثدي بعد الاستئصال الجذري وتجربتنا فيه. رح نقدم العملية المختارة اللي بتوحي بالأمل، ورح نحكي شوي عن آليات بناء الثدي بعد الاستئصال، يعني نعطي أمل للمريضة اللي رايحة تعمل استئصال ثدي أو المنتهى شيء. رح نبلش من جديد، رح نقلع طبعا. اليوم الورشة حول السرطان الثدي، الجديد في سرطان الثدي، هي ورشة بحثية تعريفية بالقضايا العلمية المكتشفة حديثا. طروحات وتساؤلات لطلاب من مختلف الاختصاصات الطبية. نحن كمقيمين جراحة فترة التدريب نحن بحاجة حتى نشوف خبرات غيرنا ونشوف شو بيعطونا علم، شو بيعطونا تجارب، حتى شو بيعطونا اختلاطات من هاي الجراحات، نتعرف شو في تطورات جديدة بمجال جراحة الثدي وترميم الثدي. نحن كأطباء جراحة بيفيدنا نعرف التوجهات الجديدة والتوصيات الجديدة بالعلاج الكيماوي قبل العمل الجراحي وبعده، والعلاج الهرموني بالإضافة للعلاج الشعاعي. صار عندنا كتير حالات لكشف سيدات اجوا من باب استقصاء، يعني سيدة تجيب جارتها، تجيب رفيقتها، أنه أنا جاية بس بدي شوف، بدي شارك، يطلع عندهم سرطان بمرحلة باكرة. تتزامن المحاضرة مع الشهر الوردي لنشر التوعية بأهمية الكشف المبكر ورفع نسب الشفاء. نور، أولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن موضوع كنا عم دردش فيه هيك تحت الهواء. الكثير من الناس بالنسبة إلى الأكل مو مجرد بس غذاء، أحياناً في بعض الناس متعة وفي ناس فشة خلق. صحيح. لهيك في نوع من أنواع الاضطرابات بتناول الطعام بيسموه اضطراب المتعلق بالمزاج، إما بيصير في عنا شيء اسمه الشره بتناول الطعام أو الشره العصبي، أو عدم الإقبال على الطعام بالمرة كمان سبب عصبي ونفسي. البعض بيربط هاي الحالات احيانا بالحاله المزاجيه، تغير المواسم، الاكتئاب. هلا كثير عم نسمع ناس مكتئبه، في ناس بيزيد عند الاكل وفي ناس بينقص عند الاكل. كل هاي التفاصيل رح نعرفها اكثر، نعرف كيف فينا ننظم حياتنا ويضل الغذاء هو مصدر صحي لجسمنا وليس مصدر مشاكل او اضطرابات. كل هالموضوع رح نتعرف عليه اكيد مع ضيفتنا بالاستوديو، الأخصائية بالعلاج والتغذية رغداء الجبري. أهلا وسهلا فيك أستاذة رغداء. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بالاضطرابات الأكل، خلينا نعرف أنواع اضطراب الأكل لكل الناس اللي عم يتابعونا. شو هي أنواع الاضطراب؟ يعني نحن بنشوف أحيانا اضطراب يا حدا بيروح نحو الشراهة وبياكل كثير، او حدا اضطر يعني بتلاقيه بيضرب عن الاكل حسب الحاله المزاجيه او الحاله العصبيه اللي بمرر فيها. صباح الخير اول شيء. هلا في عندنا الشراهه بالاكل والنهم بالاكل، وفي عندنا فقدان الشهيه مثل ما حكيتي. بترجع لنفسيه او عادات الشخص من الاساس، يعني انا شخص اكول، بحب الاكل، مزاجي بيروح دائما على الاكل، وقت بفرح وقت بزعل. فوقت تغير الفصول بيصير هيك شوية اضطرابات بالجسم، تغيير مزاج. في الناس اللي بتحب الصيف أكثر ممكن تحس إنه أنا فايتة على اكتئاب. في ناس لا، ما دخل الفصول، ممكن أنا حدا عصبي، حدا
مكتئب، مبلش الاكتئاب عندي، ممكن انه انا مارر بظروف معينه، فانا اتجهت للشراهه والنهم بالاكل. وفي منهم اللي بيكونوا عندهم اياها يعني مثل وسواس، وسواس قهري، انه انا لا، ممكن يكون يعني ما عندهم هالزياده الاوفر، بس هن عندهم هاي الوسواس، عندي زياده بهالمنطقه، لا عندي كم كيلو زياده، انا لازم روحهم، فبتصير الحاله مرضيه. بنفس الوقت هن بيحبوا الاكل كثير، فبتلاقيهم بياكلوا وممكن انه يتقيؤوا مشان يطلعوا الاكل اللي اخذوه ما يسمنوا. ممكن ياكلوا ويندموا، يزيد الاكتئاب عندهم، يرجع ياكلوا. الكورتيزول العالي كمان ممكن ياثر كثير على موضوع الشهيه، ان كان بالفقدان او بالزياده. فحياثر لي على السياله العصبيه، حياثر على مقاومه الانسولين، فهذا كمان اما حيزيد الاكل بطريقه كثير كبيره وممكن انه يسبب الفقدان. فقدان الشهيه هو الاصعب الحقيقه، لانه بيكونوا مزاجيين كثير، فهن بيمتنعوا عن الاكل، بخف نومهم، فكمان الاضطراب حيزيد اكثر العصبي ويرتفع الكورتيزول بشكل اكبر، فكل الامور حتتخربط عندهم، من غدد، من كبد، من بنكرياس، فحنلاقي الامور كلها فاتت بدوامه. صحيح، ويمكن بنبلش بنشوف ظهور امراض ثانيه اخرى تتعلق بهذا الموضوع. خلينا نحكي عن كل حاله فقدان شهيه او كل حاله شره نحن ممكن نوصفها ونقول انه هي بحاجه لعلاج، او في حالات طارئه ممكن كل الناس تمر فيها. احيانا بنعرف واحد مثلا ضايق شوي، معصب شوي، حاله وبتمر عابره، كيف انا بعرف انه لا هي الحاله اصبحت مزمنه وبحاله لعلاج؟ وقت انا فقدت الشهيه عندي وزاد الاضطراب، اضطراب النوم، اضطراب الشهيه بشكل نهائي، يعني ممكن انه يمر يوم وما ياكل شيء نهائيا، يعني يبقى على المي او يبقى على شغله بسيطه كثير، تكرر هذا الشيء او استمر، مو تكرر بشكل متقطع، استمر اكثر من يوم، ممكن انه هذا الانسان يفقد من فيتاميناته وشوارده وسوائله، فنحن حنفوت بمرحله بقى ثانيه صعبه، ممكن يحتاج مشفى حتى، مو بس اخصائي تغذيه. نفس الشيء البدانه، وقت انا شراها شراها شراها، انا ارتفع عندي الانسولين، ارتفع عندي ضغطي، ارتفع كثير امور تخربطت بجسمي. وقت بفقد السيطره اني انا اعمل ستوب، عفوا على اي تغيير الجو، بفقد السيطرة، أنا خلص كبرت المعدة وبلشت إني أنا ما أعرف منين بدي بلش إني أوقف هذا الأكل، منين بدي أعبيها. فأنا هون لا خلص، لازم أتشجع وروح لأخصائي يحدد لي كمياتي ونوعياتي. خلينا نفصل شوي أكثر معك دكتورة، يعني حكينا يمكن عموميات بالنوعين، بس لما نقول مثلا كلياتنا ممكن نزعل ما ناكل، يعني مشان ما نقول قلتي خلال يوم او يومين، ممكن حدا يمر بفتره هيك مثلا مكتئب او زعلان، بيقعد يومين بلا اكل وبعدين بيرجع بياكل. الحاله المش طبيعيه لعدم تناول الاكل، يعني لما اقول انا لا هون فتت بحاله اضطراب فعليا كم يوم، يعني استمرار، يعني استمرار مثلا انا يعني كلياتنا ممكن نقول وسطيا اسبوع، انه خلص الانسان حيفقد كل شيء عنده من مخازنه الاساسيه، ما عاد يعطيه شيء. يعني بتشوفي ناس مثلا بتضطر يعني بتوقف عن الاكل، بس هي ما فيها ما تدخن، ما فيها ما تشرب قهوه، ما فيها ما تشرب، يعني تمام، في شيء، يعني في شغلات بسيطه هي تماما مستمرة عليها. صحيح الاستمراريه، بس يعني نحن بالنهايه ما عندنا هالاجسام اللي كثير مخازنها صحيحه، صحيح، الفيتامينات والمعادن. فبالاخير يعني قد ما طالت اسبوع هو حيكون غير قادر على الوقوف، يعني حتى فهو بحاجه انه بقى خلص، ممكن سيرومات وممكن كثير. والشراهه نفس الشيء، اذا حدا مثلا ما كثير كان بياكل وفجاه هيك يعني تعرض لصدمه نفسيه او كذا، فهيك فجاه غالب اللي عندهم زياده يعني بصير شراهه ونهم، هن اساسا بيحبوا الاكل، بس زادت بهي الفتره العصبيه اللي مروا فيها زادت اكثر. اما شخص هو بالعاده ما بحب الاكل، مستحيل انه يحسن ياكل هاي الكميات، حتى المعده صغيره يعني ما حتتقبل هاي الصدمه اللي حيقدم له اياها. بس زياده الاكل وارد جدا للناس اللي هن اصلا عندهم حب للاكل، يعني المتعه عندهم هي الاكل، بس نحن كنا باوقات يعني اللي ما فينا شيء او متزنين، خلينا نقول اعرف اتحكم شوي بالنوعيات بالكميات، اعرف انه انا هذا التوقيت اعمل شويه دايت، اعمل شويه رياضه،
يعني تستمر شوي الأمور، أما هيك بيكون هو فات بالستريس والاكتئاب، حتى رياضة ما بده، حتى مشي ما بده، ينعزل عن العالم، ممكن يحط يقعد بغرفة لحاله، أنا ما بدي أشوف حدا مشان ما يشوفني وأنا عم باكل بهالطريقة، لأنه ممكن يأكله بطريقة كتير يعني أوفر يعني شوي، فهو حيخجل من حاله ينعزل عن البيت كله، وبتصير كمان هو حيتفشش بالأكل بطريقة أكبر ويأكل بشكل أكبر. هون بقى فتنا بالخطورة، أنا ما عم بعرف أتحكم بحالي. صحيح. طيب رغداء، خلينا نحكي عن فكرة مهمة ذكرتيها، اللي هي نوعية الأكل وكمية الأكل. في ناس يمكن ما بتاكل كتير ولكن جسمها غير صحي بسبب نوعية الأكل اللي بتختارها، يعني في ناس بتعبي بطنها بالنقرشات مثلا، شيبس، شوكولا، هدول القصص اللي هي المفروض بيحسوا ان هي بتعطيهم طاقة، بس هي ما بتعطي غذاء وما بتعطي إفادة وبتثمن، يعني بتعطي كالوري زيادة عن اللزوم. بيقول لك أنا ما أكلت شيء، يعني كل اللي أكلته كيسين شيبس وثلاث شوكولا، يعني نحن الاعترافات بتصير بالاول بيكونوا ما بناكل شيء نهائي عم بسمن، بعدين الاعترافات بتبلش. صحيح. النوعيه، خلينا نحكي عن نوعيه الغذاء، النظام الغذائي نفسه قد ايه بياثر، والتوقيت، يعني مثلا نحن بنعرف انه بالليل حرق الجسم غير بقلب النهار، فصح انت اكلت وجبه صغيره بس توقيت الاكل تبعه هو اللي غلط. هلا النوعيه بتحدد لي انا صحتي وين رايحه، والكميه انا قد ايه وزني حيكون، فالنوعية كتير مهمة. أنا ما فيني اعتمد بس نشويات بنهاري، فأكيد أنا لو حدا ما له عنده زيادة بالوزن أنا حروح على أمراض، فتنا بأمراض تانية أو دهون عالية أو دهون مهدرجة، سكريات عالية، فهي كلها حتأثر علي صحيا، يعني غير الكميات والوزن. لهيك هلا نحن دائما فصل الشتاء بحسوا انه بلش البرد، انا بحاجه لطاقه، بحاجه لحراره، حلويات، فبصيروا النشويات والحلويات بياكلوها، وبياكلوا بوقت متاخر، السهره طويله باعتبار الليل طويل، فهي هي المشاكل اللي بتصير هلا بالشتاء. مع العلم هو يعني كنصيحه عامه، افضل توقيت لاني انا بلش دايت بطريقه جديه هي الشتاء، لانه بالعكس انا وقت عم بعمل دايت مع شويه رياضه، الرياضه هي حتحفز لي في احماض امينيه تفرزها العضلات، فهي حتساعد على حرق الدهون، حتعطيني حراره بنفس الوقت انا حاخسر وزن. الحالة العكسية تبع كيف نحن بنحكي على جلسات تكسير الكرايو وهي القصص، الحالات العكسية بين الحرارة الخارجية والداخلية. أنا وقت بدي آكل بالليل، يعني في كتير ناس نحن بمجتمعنا إنه نحن ببلش أكلنا بفترة المساء أو غدانا حتى متأخر، وأغلب الناس لأنه الناس عم تشتغل، يعني ما عندها نظام غذائي، في عندك شغل بشكل دائم، في ناس عم تشتغل شغلين ما عندها هذا الوقت المنظم، فبتلاقيها طول النهار ما بتاكل، ترجع يعني احنا بس في أكل موظفين صحيح. منظمين شوي بحياتنا إنه خلص بيرجعوا بتوقيت معين، في صحيح. عندهم غدا بس أغلبهم عندهم عشاء، لأنه غداهم حيكون بكير، هي إن كانت غدا ولا عشاء أنا جسمي بالليل ما بيحرق، يعني شو ما كان نوع الأكل، حتى لو خفيف، حتى لو فواكه، فأغلب الناس هي وخصوصي برد ما حيتحركوا، فأنا هون جسمي راكم، يعني حتى لو نوعيته جيدة ما لا سيئة، يعني صحي نوعا ما، بس أنا ما حرقه جسمي، لهيك هو تراكم بجسمي. إلا الخضار، يعني إذا حدا أكل بالليل مثلا حط صحن خيار، بندوره، خس، تمام. هلا على الشتا كمان بلاهم هدول لانه كثير سيئين، ليه؟ يعني هلا هيك معلش لو ما كسرت القاعده اليوم بلاستيكي، هرمونات، الشيء اللي مو بموسمه قصدك، تماما يعني. لانه هو هلا ضرره اكبر من نفعه، بالعكس تماما، انا بكون عم ضر حالي. الفليفله والخيار، الفليفله هلا لسه معها شوي، بس الخيار والبندوره هلا اخرهم فينا نقول، بس تكون هي اثر البلاستيكي قديش بيكون، يعني اذا بلاستيكي عم نحكي بيكون في اثار كثير سلبيه؟ ايه مثل اضطراب الهرمونات، يعني مبيض متعدد الكيسات، هي اهمهم بيكون من الخيار والبندوره ممكن يجي هذا هي اول مره اسمع هالمعلومه، انا بعرف انه السكريات لا، وزيوت المهدرجة والهرمونات اللي عم تنحقن، حتى جوالح الدجاج، لأنه منطقة الحقن بتكون بهي المنطقة، فكأن نحن نبعد عنها، تمام، تحت الجلد كمان المنطقة اللي تحت الجلد، فهيك نحن نستغني عنها. على فكرة بالشتاء في كتير بدائل هذا النوع،
يعني يعني الخيار البندورال شو في عنا الخس البقدونس الملفوف في عنا الجزر طبعا ما كثير كل العالم عم ترغب بالبيت مشان الكوليرا يعني عرفتي بس اذا نظفتوها منيح هلا نحن وقت عم ناكلها بالبيت نحن بنضيف الخل التفاح والملح الصخري فخلص يعني صار بيروح منها اي شيء تمام فانا في الشوندر الني على فكره ما بعرف ليش نحن دائما بنسلقه بعدين بناكله اطيب لا نحن كعادات عملناها ونفقد شوي من خواصه فانا صحيح. وقت باخده كيف الجزر بيتاكل؟ كيف الجزر هو صعب يتاكل هيك مباشره فانا ببشره يعني بنبشره فوق السلطه فحيعطيني لون بدل البندوره هذا اللون الاحمر نفس الوقت انا حافظت على قيمته الغذائيه انا اخذته بشكل مباشر الجزر فيني ابشره في عندي الملفوف في الجرجير السبانخ ممكن نعملها سلطه حتى ففي كثير بدائل مو شرط اني انا بندوره وخيار شوي هي وهي الطعمات عندنا مشكله يعني بقل مثل ما قلتي السبانخ اذا ما سويناها حطينا لها دبس ورمان هي عادات يعني دائما نجرب نحكم يعني انا يمكن من الناس اللي ما كنت اتخيل حالي اكل سلطه تبوله مو بس سلطه فاي لا طعمه طيب مقبول هي عادات بس نغير شوي عادات نفوت فيك انه نحن بدنا صحه لو 90% نحن قبلانين بس مو تكون حياتنا ال 10% هي الصحيه صحيح طيب دكتوره خلينا نحكي عن اضطراب الاكل عند المراهقين يعني كثير بنسمع في دائما يمكن حدا بعائلتنا مر بهي المرحله الام هون شو العمليه او ممكن كيف تلاحظ لما اقول انا اضطراب الاكل عند المراهق ممكن يمر فتره ويقطع بس احيانا بتشوف فيه بيستمر يعني هي المرحله حساسه شوي عند الشباب والصبايا فبتلاقي في بيعبر بطريقه معينه ممكن من خلال الاكل حتى تغير الهرمونات وتغير كثير قصص عنده بتروح تجاه الاكل هون الام كيف فيها تتعامل معه كيف فيني انا مثلا نفس الوقت لانه صعب التعامل معه استشير اخصائي تغذيه ولا انطر كم يوم ولا كيف يكون التعامل بهي الحاله هلا اغلبهم بيكونوا بنات وخصوصي على زياده الوزن يعني صحيح. في اضطرابات هرمونيه بتغير الجسم والوحده بتكبر صحيح وبالاكل اللي نحن عم ناكله الحقيقه مثل ما حكينا من شوي المبيض متعدد الكيسات ومقاومه الانسولين فهي حتزيد منطقه الحوض بالجسم والصبيه اول طلعتها حتكون انه لا انا بدي جسمي يكون صحيح ابدا يعني ظابط فبتلاقيهم اما اضطربوا اكثر وزادت هي الحاله النفسيه عندهم وبلشوا بموضوع اني انا بدي اكل ما عم بحسن وقف بعمل عمليه الارجاع مثل ما حكينا من شوي او بيمتنعوا عن الاكل نهائي كمان هذا اني انا اصدم الجسم فجاه كمان بيهدد بالحياه خلاص صحيح هلا لازم يكون اخصائي التغذيه يكون عنده وسيله اقناع يعني انا احسن فوت بهذا الشخص احسن اقنعه بالشيء انه نحن كيف نبلش صح في خطوات معينه في تسلسل في ما اصدم جسمي باي شيء خليه يحبني حتى يحب الفكره اللي عم احكيها فهذا كثير ضروري وضروري اني اعطيه مساحه من الوقت استوعبه حتى يكون الحوار فعلا انه يطلع وانا مقتنع اني انا حبلش صح واحيانا الام يعني ما بتحسن تسيطر انه هي اصلا تاخذها عند اخصائي تغذيه فهون في الارشاد النفسي نحن بقى بنصير بنفوت بالارشاد النفسي اخصائي ارشاد نفسي كمان بحاجه صرنا كثير به يعني تغير الزمن تطورت الجينات والتكنولوجيا فنحن بحاجه دائما لكل قصه باختصاصها صحيح كمان خلينا نحكي غيداء اليوم كثير من الانظمه الغذائيه ممكن تكون مساعده او هي جزء من العلاج يعني بنعرف في اغذيه بترفع المزاج بتحسن المزاج اذا حدا مكتئب وفي اغذيه ممكن التخمه اللي بتساويها هي تزيد الحاله النفسيه السيئه خلينا نحكي عن بعض هاي الانواع شو نجتنب اذا نحن متضايقين اكل ما راح يساعدنا وشو مسموح والكميات يعني الشوكولا بنعرف 95% او 97% منها سعاده ولكن هي ممكن تاثر سلبيا نحكي شوي شو نبعد وعشو نقرب هلا الشوكولا كثير شيء ظريف و الكاكاو بحد ذاته يعني ايه بس نحن بدنا كمان ناخذ شوكولا محترم شوي يعني انه تكون السكريات اللي بقلبها قليله يفضل انه هي تكون شوكولا دارك لاخذ انا فعلا فوائدها او ممكن تكون الشوكولا دارك شوكولا الغامقه بس محليه بمحليات طبيعيه مثل ما حكينا سكر فواكه او الاستيفيا او التمر
الكاكاو الخام هو بحد ذاته هو جيد وبيرفع المزاج، فهي شوكولا يعني حتعطيني هاد ترفع لي هرمون السعادة، فممكن اني اخذها، بس ما اني اخذ كمية يعني انه نص كيلو مثلا، هي قطعة صغيرة بتكفي، يعني هي صفية اني انا اقتنع بهذا الشيء. بس تملئ ما هيك بيقول المثل هذا للاسف. لا ما بتتعشي، بيجي حدا بيحط الاكل قدامك. هي العادات، انا وقت بصغر معدتي وما بعطيها على هواها فخلص هي حتسكر، يعني انا بوصل لمرحله اني انا حاكل خلص، انا ما عندي احسن اكل كمان، ما بطاوعه اني يعني لا يلا لقمه كمان لقمه كمان، هي المعده مثل البالون بالنهايه. زودنا لها كل يوم لقمه، حتى اللي بيعملوا عمليات قص معده وهن عندهم شراهه كبيره ما بيستفيدوا شيء، لانه مجرد ما حسنوا يردوا ياكلوا هن كل يوم حياكلوا لقمه زياده حيرجع ينتفخ مثل البالون. فلهيك هو نحن تدريب النفس، حتى اللي بدهم يقصوا معده المفروض يدربوا حالهم قبل على تصغير الكميات وتحديدها. في عنا المفروض نحن يكون في يومنا مثل ما بنحكي دائما، انا عندي خضره الفواكه اساسيه، ممكن نقي انواع من الفواكه تعطيني تفيدني لرفع. هلا مثلا مثل الموز، خلينا نحكي شوي غالي، بس الموز اشتري لو اعطينا خيار اخر. كثير غالي يعني الموز له فوائد كثير. تماما، هي يعني حتى للسياله العصبيه اللي حتوصل لي الشعور اني انا مرتاح نفسيا او لا غير مرتاح، يعني في كثير يعني مفيد هو. للاسف هلا نستنى شوي، هلا بدك تنزل سعره على المزيان. تمام. اجمالا نحن التنوع باكلنا المفروض بكل شيء، مو بس التنوع هلا حتى الثقافه العامه، يعني للاسف ستايل الحياه اختلف. سابقا كان الموضوع مختلف، يعني نحن عم نحكي عن نظام غذائي مع نظام حياه بشكل عام. يعني اليوم بنشوف كل الناس انه مثلا ما عم تتبع ثلاث وجبات غذائيه او بتاخذ سناكات خلال النهار، كثير من الناس مثلا بتشتغل ساعات طويله ما عندها هذا الوقت الكافي. خلينا نعطي بعض النصائح لهدول الناس، يعني لو ما انك قدراني ما عندك وقت وتفطري وعندك هي العجقه وعندك بدال الشغل، انه لو قدرت مرق وجبات هيك صغيره خلال النهار ممكن عدل نظامي الغذائي ليعمل اعتدال، حتى هذا بياثر على مزاجك. يعني انت بتلاقيكي معصبه وستريس طول الوقت لانك ما انك اكله وما عندك وقت، وعم تاكلي مثلا باخر النهار ترجع تسمن يعني. فهون لا حتى مو اسمن، هلا اغلب اللي عندهم نحافه عندهم مشكله الكولون العصبي. فكمان جوعت وما عندي اكل كمان، فالحاله الاخرى انا بطلت اكل. الناس اللي عندهم نقص بالوزن يفضل انه دائما يكون عندهم هيك بالشنطه بالجيبه اي شيء، عندي مثلا تمر، عندي زبيب، عندي جوز، حتى ولو صغيره. يعني نحن باعتبار انه نحن بنميل هلا وخصوصي بالشتاء للطعم الحلو، فبدل ما انا اكل شوكولا واكل بسكوت واكل هي الامور الحلوه او حط سكره، انا السكره كثير بتزعجني، موضوع السكره انه هي حريرات على الفاضي يعني. صحيح. فانه انا اخذت تمره او ثلاث تمرات انا عوضتني، يعني عوضتني بالسكريات وبمعادن وفيتامينات شوي، حتى حتطول. ممكن الناس اللي عندها زياده بالوزن لا نعمل انه امور فيها الياف عاليه وسوائل عاليه، يعني مثل الخيار، الجزر، الملفوف، الشيء اللي فيه بروتين انا حيشبعني فتره اطول، الشوفان كمان حيشبعني فتره اطول. لهيك انا اعرف وين اتجه، الشغلات اللي حتشبعني تعطيني طاقه بنفس الوقت. يعني اليوم حكينا هيك معلومات كثير قيمه مهمه اكيد لكل يلي عم بمر يمكن باي نوع من انواع اضطرابات التعاون. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لك دكتوره. اما هلا مشاهدينا بننتقل من عالم الصحه والغذاء لعالم السياسه وموجز لاخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتي ميس. يسعد صباحك ميس. يسعد صباحك نور. مشاهدي الاخباريه السوريه، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. الأوتوكيو موجز لأهم الأنباء من الأخبارية السورية، أهلا بكم. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة يكشف أن التهديد بالحرب كان عاملا حاسما لوصول لبنان إلى هذا الإنجاز، إضافة إلى صمود البيئة الحاضنة وصلابة الموقف الرسمي.
وهذا التهديد الصاروخ من قبل المقاومة أدى عمليا إلى وضع إسرائيل تحت الضغط الشديد. هلأ حكومة لبيد صار عندها خيارين، يا أما بدها تصر على الاستخراج، أنه لا يعني لا تهتم لا بموقف الرسمي اللبناني ولا بتهديد المقاومة، ويروح ويستخرج غاز ونفط من كرش، وهذا كان سيعني حتما مواجهة قد تتطور إلى حرب بين مقاومة وإسرائيل، ويمكن بين كل لبنان وإسرائيل، وقد تتطور إلى حرب إقليمية. طيب هاي مشكلة. أو أنه لا يوقف ويلغي موضوع كاريش نهائيا، ويقول خلاص كاريش ورا ظهرنا وما بدنا نفاوض لبنان، ولبنان نطر 10 سنين بينطولوا 20 سنة. هذا كمان بالنسبة لهم كان صعب جدا، صعب سياسيا ومعنويا وأمنيا واقتصاديا، وهذا كان إذلال ما له حدود. أنه أنت صار لك من 2012-2013 بتحفي وبتنقي ووعدت شعبك وناسك وأهل كيانك، وهلأ كمان في حاجة دولية وفي فرصة تاريخية، شوي نتيجة تهديد لبنان أنت لغيت مشروع كاريش. ما كان عنده إمكانية، لا عنده قدرة يروح على الحرب، ولا عنده قدرة يلغي كاريش بالمطلق، ولذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام العدو هو الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة. أفاد مصدر أمني بالعراق بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 في انفجار شرقي بغداد. المصدر أوضح أن الانفجار وقع قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حي البنوك شرقي العاصمة العراقية، في حين سمع دوي الانفجار في عدة مناطق من بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمنية الرسمية إنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث. من جهتها طالبت البعثة الأممية في العراق بالتحقيق في سبب وظروف الانفجار، ودعت إلى أن يفضي التحقيق إلى مساءلة، كما دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد من جهته بإجراء تحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين. قالت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق. وأشارت الوزارة وفقا للمعلومات التي توفرت لديها أن وحدة من البحرية البريطانية شاركت في التخطيط وفي تنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق لتخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي. ختام موجز الأخبار، عودة لصباحنا غير مع نورة وسلمى. يسعد صباحكم. أهلا، شكرا لك ميس. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية لليوم. دائما سلمى عبر رحلتنا الصباحية بنسلط الضوء على قصص النجاح في سوريا. كثير من الشباب السوري الواعد رغم كل الظروف والتحديات الصعبة اللي مرت فينا كلياتنا قدر يمكن يخلق مشروع الخاص. أكيد نور، اليوم كمان رح نحكي عن قصة من قصص النجاح الممزوجة بكثير من الإصرار والتحدي لحتى يكون هذا الحلم حقيقة، والأهم أنه يكون على أرض سوريا. يمكن البدايات كانت بخارج سوريا، ولكن الآن العودة هي كانت الهدف الحقيقي للشخص اللي رح نتعرف على قصة نجاحه وعلى حلمه اللي حب يحققه ونجح فيه خارجاً، وإن شاء الله بيكون النجاح أيضاً ضمن أرض الوطن سوريا. اليوم رح نتعرف أكثر على مع ضيفنا السوري الدكتور عبد العزيز بلوي، مدير مجموعة إلتهير العالمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش حديثنا معك، مثل ما قلنا دائما نحن بنسلط الضوء على قصص النجاح في سوريا، خلينا نروح لفيديو تعريفي عن حضرتك وعن مشروعك ونتابع حديثنا لليوم. أنا مواليد 85. Thank you.
يعني بداية بعد ما شفنا هيك شوية معلومات عن حضرتك وعن بداية تأسيس هذا المشروع، خلينا نبلش ونحكي أكثر عن تجربة النجاح اللي خطة مع مجموعة إليت، إيمت صارت وتبلورت إليت كمجموعة فعلية على أرض الواقع وبلشت تحصد إنجازاتها. هلأ كإليت هير كبراند عالمي تم تأسيسه بعام 2014، ولكن أنا من العام 2010-2011 بلشت بزراعة الشعر، ولكن كنت أشتغل تحت اسمي الشخصي إنه الدكتور عبد العزيز. كبراند بل أسسنا إليت هير ب 2014 وابتدأنا بإسطنبول، ومن بعد بلشنا ننتقل للدول الأوروبية. اليوم نحن موجودين بسبع مدن ألمانية إضافة إلى فيينا، وانطلقنا اليوم بسوريا السنة الماضية، وكان عندنا احتفالية بالسنة الأولى يوم الجمعة بالشام. كانت السنة الماضية بالنسبة لإليت هير هي بصمة جديدة كتير وحلوة كتير، لأني نحن اليوم موجودين بأرض الوطن. هذا اللي بدي أعقب عليه، يعني صلكم هلأ فعلياً عم تحتفوا بالسنوية الأولى بعد ما كان لكم يعني تفرع لمشروعكم إذا بنقول بعدد من الدول. مثل ما قلنا دائما بتلاقي في عند كل مواطن سوري عم يأسس اسمه مشروعه خارج الوطن، في هيك دائما دافع للعودة للبلد وتأسيس مشروعه أو قسم من هيدا المشروع ضمن البلد. خلينا نحكي عن هي من سنة لما أجيتوا لهون وقررتوا، شو كان الدافع الأساسي وقديش فعليا بنكون فرحانين بالشباب السوري سعيدين لما يقولوا أنه أنا بدي استثمر هيدا المشروع، مع أنه نحن يعني 10 سنوات من الحرب كان في عنا ظروف خاصة وصعبة. هلأ عملية فينا نقول إعادة الاعمار، في استثمار كبير راح يكون بالبلد، فانت يمكن اجيت بالوقت الصح فينا. خلينا نحكي عن هي الفكره، كيف بلشت معك والرساله الاساسيه والدافع لهذا الموضوع. هلا بتعرفي حضرتك اي نجاح بيكون لك خارج الوطن قد ما كان نجاح كثير كبير، اذا ما كان مرفوض بنجاح على ارض الوطن بيكون هذا النجاح غير متكامل غير مكتمل. من نحن وقت اللي بلشنا بإليت هير كان هدفي الرئيسي انه انقل فكره زراعه الشعر بشكل عام لسوريا. خلينا نقول من وقت اللي سافرت انا من البلد تقريبا بعام 2003 سافرت على امل انه ناخذ تحصيل علمي ونرجع بفكره جديده على البلد. والحمد لله قدرت انه اوصل لهذا الحلم ولو على مستوى زراعه الشعر انه هو قسم من التجميل. حاولنا قدر الامكان انه ننقل هي الخبرات للبلد. طبعا هي حاولنا ننقلها بخبرات محليه، يعني انه ما نستقطب خبراء اجانب للبلد، لا بالعكس اخذنا خبراء من سوريا دربناهم لمده 5 سنوات، فنحن ورجعنا فيهم ورجعنا معهم على سوريا وانطلقنا بمشروعنا بسوريا. فهو العائد حس مسؤوليه تجاه الوطن صراحه، انه خلينا نقول جزء صغير من وفاء الدين. أصرينا أنه الموضوع يكون بأيادي سورية، نحن بشكل عام مؤمنين جداً جداً بالعقل السوري،
بالايادي العامله السوريه بانتاجيه الانسان السوري. وهذا واضح، يعني ما في بلد حول العالم الا ما بيكون في بصمه سوريه، يعني مو فقط في الدول العربيه، في الدول صحيح. العالميه دائما بتحس اهم دكتور اهم جراح، دائما الاسم السوري لامع في اي مكان يعني. صحيح مثل ما تفضلتي. فمثل ما قلت لك استقطبنا الممرضين من سوريا، دربناهم على مده 5 سنوات، فهي الفكره نشات بعام 2015. يعني ما هي اليوم نحن على ارض الواقع بلشنا باخر 2020 باول 2021، ولكن نحن قلنا 5 سنوات عم متأسسين لهي الفكره وعم نحضر لها. يعني نقل خبرات بمستوى عالي ما ممكن تنقليها خلال سنه او سنتين بتقنيات حديثه. صحيح. اكيد. طيب خلينا اليوم بما انه نحن عم نحكي اكثر عن إليت، نروحك مع حضرتك ومع المشاهدين لحتى نشوف فيديو عن إليت ونرجع لنكمل الحديث. عم تابع سلمى معك ومع الدكتور، خلينا نحكي يعني عم نتعرف على الشركة وكيف أسستوها والوقت للتأسيس اليوم. خلينا عن واقع الاستثمار الحالي في سوريا، الواقع الاقتصادي، يعني اليوم كيف بتشوف هيدا الواقع وكل يمكن الاستثمارات هلأ من عام 2021 و 2020 2022 بلشت فينا نقول عالم الاستثمار في سوريا؟ هلأ صراحة كمقيم خارج البلد خلينا نقول، أو كمستثمر خارجي بتنظري من برا تحسي بتخوف. يعني نحن وقت قلت لك انطلقنا بالفكرة بعام 2015 واستقطبنا الطواقم بآخر 2015، هذيك الفترة كان عندنا تخوف أكبر، ولكن كنا مصرين أنه بدنا ننقل هاي الخبرات للبلد. بس تيجي على البلد شفنا صراحة ترحيب كتير كبير. يعني أعطيكي مثال، نحن أي مركز عندنا بألمانيا بدنا نرخص كمركز طبي، الرخصة بتطول معنا بين السنة أو السنة ونص. حتى هون بسوريا الترخيص كتير كتير بتطول، فكان في مساعدة واضحة من قبل وزارة الصحة، لأني متحمسين كتير للفكرة إنه فكرة جديدة. صحيح. استقطاب خبرات جديدة للبلد، بتعرفي حضرتك هي بنفس الوقت رافد كتير كبير للاقتصاد السوري بالقطع الأجنبي، وقت بيجي المريض الأجنبي بيجيب القطع الأجنبي، فكان في ترحيب واحتضان كتير كبير من قبل وزارة الصحة بشكل خاص، وأيضا أخذنا دعم كتير كبير من وزارة السياحة. بتعرفي حضرتك اسمها السياحة علاجية، تدخل فيها وزارة السياحة ووزارة الصحة. صحيح. فشفنا أنه الواقع مشجع وفي احتضان كتير كبير كان وحقيقي لهذا الموضوع، أنه شو بدكم دعم حتى ننقل موضوع السياحة العلاجية لسوريا من قبل وزارة الصحة أو من قبل وزارة السياحة، مشكورين. ونحن قدمنا لهم خطط، وهلأ عم نعمل دراسة جديدة لنقل تجربة السياحة العلاجية بشكل كامل للبلد. يعني زراعة الشعر هي جزء كتير كبير من السياحة العلاجية، ولكن في كتير أمور تتضمن السياحة العلاجية. هذا اللي بدي أسألك عنه، لأنه نحن معروف عنا لهلأ رغم كل الحصار وكل المشاكل اللي عم بتصير، في كتير عالم من برا بتيجي بتعمل عمليات هون، عمليات مختلفة، يعني إن كانت تجميلية أو إن كانت عمليات تانية، لأنه خارجا هي مكلفة أكتر، فهون بتكون تكلفتها أقل ضمن سوريا، إضافة للخبرات اللي موجودة عنا من الأطباء، ويمكن رب ضارة نافعة للأسف بدنا نحكي هذا الحكي، بس بالوقت اللي صار في كتير إصابات استدعت أو أنه يكون في حلول تجميلية لمساعدة بعض الناس اللي تضررت من الإرهاب والحرب، أيضا هذا الشيء نشط
الأطباء السوريين وعطاهم خبرة أكثر بالتعامل مع الحلول التجميلية مثل الحروق، تشوهات وغيرها من الأعمال الجراحية ما كانت سابقة موجودة عنا. كيف لمستوا هذا الشيء والفرق بين عملكم بالخارج وعملكم بالداخل؟ هي فكرة السياحة العلاجية هي أنه الإنسان يروح خارج بلده للعلاج. شو اللي بيستدعي الإنسان أنه يروح خارج بلده للعلاج؟ أما هي الخدمة الطبية ما بتكون موجودة ببلده صحيح. أو بتكون مكلفة جداً ببلده. فاليوم خلينا نقول على مستوى الأسنان، ممكن أنه تعملي أنت هوليود سمايل أو فول ماوس بالأسنان بمبلغ جزئي بسيط بالنسبة لدول الجوار. صحيح. إضافة لذلك مثل ما تفضلتي الخبرات الطبية العالية المستوى عندنا بالبلد، فحتى تنمو السياحة العلاجية بيكون في خبرات طبية، مؤسسات طبية، إضافة إلى أسعار منافسة. اليوم الأسعار بالبلد مثل ما تفضلتي منافسة جدا بالنسبة لدول الجوار. هذا عم بيخلي المرضى من دول الجوار مثل العراق، مثل الكويت، البحرين، الدول الخليجية الثانية كلها تيجي لعنا حتى تنفذ العمليات اللي عندها. هلا قبل الحرب كانت سوريا هي عاصمة السياحة العلاجية بالوطن العربي بالأرقام. بسبب ظروف الحرب وتخوف المواطن العربي من المجيء لسوريا تراجع هذا الموضوع. نحن اليوم عم نحاول نعمل له إعادة إنعاش. اليوم في عنا كوادر طبية ناجحة، في عنا أسعار منافسة. وزارة الصحة بتحاول عم تحط جهودها كاملة صحيح. حتى تنظم هذا الموضوع. وأنا بدي أحكي هذا الدور، يعني مثل ما قلت يمكن كنا في حال أخرى قبل الحرب، وعشر سنوات من الحرب تم استهلاك واستنزاف جميع الطاقات، عم نرجع من أول وجديد لأنه الشباب السوري شباب واعد عم يحاول فعليا يكون موجود على أرض الواقع. بس لما نعمل عملية إنعاش مثل ما قلت للسياحة العلاجية، أنتوا دوركم هون لنقل الصورة للخارج كيف بتكون؟ يعني عم تقول بألمانيا وعدد دول دائما بيكون في حاله تخوف، فانت الصوت يمكن الاخر لنقل هي الصوره. كيف بتشتغلوا على هي القصص؟ مثل ما بتعرفي حضرتك النجاح معدي. فنحن اليوم وقت اللي جينا على البلد ولقينا التجربه وهي التجربه كانت ناجحه، فانا متاكد انه كثيرين رح يحاولوا، خلينا نقول على المستوى الطبي اقل اضعف الايمان. كثير من الاطباء اللي خارج سوريا، كثير من العقول اللي خارج سوريا اللي حابين ينقلوا فكره جديده للبلد ومتخوفين من الواقع الاقتصادي، وقت رح يشوفوا شركه المانيه اجت على البلد وحققت هذا النجاح فرح يتشجعوا. انا متاكد من هذا. حتى استقطاب المرضى كمان، يعني كمان صوره لنقل الواقع للناس برا، كمان لاستقطاب فينا نقول المرضى من الدول، كمان بتلعبوا دور كبير هون. أكيد. أكيد. هلأ طبعاً في بتعرفي حضرتك الحرب العالمية على سوريا جزء منها هي الحرب الإلكترونية. فنحن بالميديكال توريزم بالسياحة العلاجية أنت بحاجة لكم كبير من التسويق. اليوم التسويق هو على وسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي كان فيسبوك أو إنستغرام أو على الجوجل. فإن كان من جوجل وإن كان من فيسبوك ففي حظر على سوريا. صحيح. هذا عم يعيق عنا عملية التسويق الخارجية، عم نحاول نلاقي لها حلول. نحن مؤمنين دائما إنه كل عقبة إلى حل، ما في عقبة إلى حل. رغم كل الظروف ورغم الحرب الإلكترونية الموجودة على سوريا عم نقدر نسوق إلكترونيا وعم نحاول نستقطب المرضى الأجانب لسوريا. دكتور عبد العزيز خلينا ندخل شوي هيك بتفاصيل طبية، يعني مثل ما شفنا بالفيديوهات اللي تابعناها عن بعض الحالات اللي ظهرت لناس ما عندها أبدا ببعض المناطق شعر نهائيا، وبعض النتائج اللي كانت مميزة ولو بلقطات بسيطة. خلينا نحكي عن أهم الأساليب والتقنيات الطبية اللي مستخدمة عندكم واللي رح تكون موجودة بسوريا، وخصوصا نعرف أنه زراعة الشعر في ناس كتير تتخوف وتقول غير ناجحة أو بدها وقت طويل لتعطي نتيجة، أو في ناس ما بتنفع معها زراعة الشعر. حقيقة هذا التفاصيل إذا بتقدر تطلعنا عليها. هلا هي زراعة الشعر صراحة ممكن لجميع حالات الصلع. حتى اللي بيكون وراثي أو من زمان، الوراثي أو المرضي أو حتى الندبات والحروق. مناسبة. نحن بنزرع اللحية، الحواجب، أي منطقة صلع أو أي ندب موجودة بفروة الرأس أو موجودة باللحية. بنغطي الحروق بشكل رئيسي باللحية. هلا في حالات نادرة غير قابلة للزراعة اللي هي الأشخاص اللي بيكون عندهم أمراض جلدية مثل مثلا مرض الثعلبة. مثلا مثل مرض البسورياسيس أو مرض الإكزيما بفروة الرأس. هي الحالات النادرة اللي بتؤدي إلى صلع وما بنقدر نحن نعالجها كزراعة شعر، ولكن كل أنواع الصلع الوراثي أو الحروق والندبات قابلة للزراعة. نحن بنشتغل على تقنية المايكرو اف يو اي، هي أحدث تقنية بعالم زراعة الشعر. قديما كانت تقنية الاف يو تي
اليوم تطورت لتقنية الـ FUE. إضافة إلى ذلك تقنية هي تقنية الاقتطاف. تعرفي حضرتك نحن بنقتطف البصيلات من المنطقة المانحة الخلفية وبنزرعها بأي منطقة بحاجة لزراعة. هاي المنطقة عند كل الناس الشباب أو بنات نفس الشيء؟ هاي المنطقة هي تعتبر؟ إذا بتلاحظي أكيد في حواليك ناس عندهم صلع، بتشوفي صلع كامل هون إضافة إلى منطقة، هي المنطقة المانحة وراثيا غير قابلة للتساقط. هي نحن بالعربي بنسميها البنك الشعري، الدونر اريا بنسميها البنك الشعري، هي غير قابلة للتساقط مدى الحياة، فنحن بنعتمد عليها بالركيزة الأساسية بنقتطف منها البصيلات، حتى بعد ما نقتطف البصيلات بدنا نزرع. ففي تقنيات عديدة للزراعة، في تقنية السفير والدي اتش اي، أقلام تشوي. فأحدث طريقة بالعالم اليوم للزراعة هي تقنية الدي اتش اي، وهي موجودة اليوم عندنا بالشام بمركزنا بدمشق. فنحن أحدث التقنيات الموجودة خارج سوريا عم ننقلها بشكل مباشر للبلد. بما أنه بنحكي يمكن عن أحدث التقنيات الموجودة خارج سوريا تم استقطابها لهون، قديش بتدرسوا موضوع التكلفة المادية والربح؟ يعني اليوم يمكن ظروف اقتصادية صعبة على الكل وحصار اقتصادي، هون كيف تدرسوا هي الحالة؟ يعني قصة التكلفة والربح كيف مراعيين فينا نقول الظروف وبنفس الوقت ما يكون في خسارة؟ هي العملية بشكل عام مكلفة بعض الشيء بالنسبة لمركز، لأن اللي بيقوموا بالعملية أطباء وممرضين، صحيح. يعني تكلفة الأيدي العاملة مكلفة بعض، صحيح. الشيء بهي العملية، فنحن بنحاول أنه يكون السعر مناسب لجميع الأطياف الاجتماعية قدر الإمكان، ومنقدر حالة الشخص بشكل أو منطقي بالنسبة للسوق كمان، يعني يكون منطقي أكيد بالنسبة للسوق. وفي عنا حالات اجتماعية كتير، خلينا نقول مثلا مثل المتضررين بالحروب، مثل الحروق، الندبات، فهدول لهم حالة خاصة، مساعدات خاصة يعني من قبل المركز بهذا الموضوع. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم الشخص اللي ببلش يتعالج بعمليات زراعة الشعر، ايمت ببلش يحصد النتائج؟ وقديش الصبر فينا نقول العناية قبل وبعد تهيئة هذا الموضوع مهمة، لأنه ممكن بعض التصرفات تخليه يخسر العمل اللي ساوى. هلا هي نقطة بحب أنوه عليها، إنه نحن بعد ما نعمل عملية زراعة الشعر المريض ما بيشوف النتيجة مباشرة. صحيح. هذا بيعمل شبه حالة إحباط عند المريض، إنه أنا زرعت الشعر. هو بفكر حاله بده يطلع دغري يطلع له شعر. إيه، هو يطلع من العملية المريض منتظر إنه أنا عندي صلعة أطلع من العملية يكون عندي شعر. صحيح. فالموضوع مختلف بعض الشيء، نحن بعد ما نعمل العملية عندنا مرحلة عناية بالشعر خاصة لمدة أسبوع أو 8 أيام تقريباً. بعد مرحلة العناية الخاصة بالشعر بيتساقط الشعر المزروع. تعرفي حضرتك الشعر ما بهم، هو الشعر عضو غير حي. العضو الحي هو البصيلة اللي زرعناها ضمن فروة الرأس. فالبصيلة بتضل موجودة ضمن فروة الرأس، ولكن الشعر اللي انتقل مع البصيلة بيتساقط. حتى يرجع يطلع الشعر مرة ثانية بده تقريبا 80 ل 90 يوم. ببلش الشعر بالظهور. على تقريبا 5 شهور او 6 شهور بيكون المريض حصل على 60% من النتيجه. حتى تكتمل النتيجه بدها تقريبا 10 شهور، فالعمليه بدها شويه صبر. كثير مرضى بيزعلوا انه انا زرعت وصار مظهري حلو تساقطوا الشعرات، بنقول معلش شوي اصبروا. هي صراحه كثير نقطه بنحاول دائما انه ننبه المرضى. لهيك ذكرتها انا، لانه بنسمع كثير عن فشلت العمليه، ما نجحت، كنت متوقع شعري اطول، صحيح. كذا، صحيح. فجاه بلاقي حاله رجع كل الشعر، ولكن كم شهر بيرجعوا مبسوطين كثير. طيب بالختام دكتور، خلينا نحكي شو بتطمحوا بمجموعتكم تكبروها، يكون في لكم خطة أكيد مع بداية 2023 في خطة عملية حاطينها ضمن الليستة تبعكم، ممكن يكون في أفرع لكم أخرى في دمشق أو خارج الوطن؟ هلأ نحن كانت انطلاقتنا من مركزنا بأبو رمانة هي مجرد ستارت أب، حتى نحاول قدر الإمكان نشكل كوادر بالنسبة لموضوع زراعة الشعر بسوريا. الحمد لله هلا عندنا كوادر صارت قوية وخبرات عالية بهذا الموضوع ضمن سوريا، نحن نقلنا النواة، ولكن هي النواة اليوم كبرت وصارت مجموعة كتير كبيرة، فهلا نحن صرنا قادرين انه نكبر الموضوع أكثر وأكثر. هلا نحن بصدد الإعداد لمشفى متكامل، ولكن متخصص أكثر بالسياحة العلاجية ضمن دمشق. طبعا عندنا خطط مستقبلية للتوسع ضمن سوريا بأفرع مثل حلب، مثل اللاذقية. فهلأ حالياً الخطة المستقبلية هي ضمن دمشق، ولكن بمشفى أكبر إن شاء الله. أكيد نتمنى لكم التوفيق. شكراً كثير لك دكتور، وأكيد تحية لكل كادر
مجموعة إليت اللي هو كمان تدرب ورجع مرة ثانية ليشتغل بقلب سوريا، وموفقين بكل شيء. شكرا جزيلا. أكيد بدنا نقول يعطيكم ألف عافية دكتور، وتحية أكيد لكل أهالي حلب ولكل الشباب السوري الواعد اللي بيآمن بمشروعه الخاص وبيحاول رغم مثل ما قلت كل الظروف يتحداها ويبلش من الصفر. شكرا كثير لإلك. شكرا لكم. شكرا لك. ما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية وتحديدا للمسرح القومي بمحافظة الحسكة، ونص مسرحي بعنوان اليوم العاشر من إحدى قصص الكاتب والقاص السوري زكريا تامر، وتفاصيل بتقرير مراسلنا أحمد الحمدوش. وسترون سترون أن مهنة التمويل هي مهنة سهلة. المسرح القومي في محافظة الحسكة استقان نص عمله الجديد اليوم العاشر من إحدى قصص الكاتب والقاص السوري زكريا تامر، والذي أقامته مديرية المسارح والموسيقى واستضافته قاعة المعرض في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. عرضنا كان عم يحكي عن مسألة ربما تكون مكشوفة في الوقت الحاضر، هي محاولة أمريكا استغلال كل الشعوب المسحوق، الشعوب في العالم الثالث. أنا طبعا اشتغلت دور العمسة اللي هو يمثل هالدولة اللي هي بالنتيجة النهائية مثل ما حكينا قبل شوي انه عم تستغل هاي الشعوب، عم يحاول قدر الإمكان بأنه هو يروض هذا النمر. هلا تجربتي بالعمل المسرح القومي يعني أكيد عمل يعني كتير كان كويس، تجربة كويسة يعني بالمسرح القومي، شخصية أخذها أول مرة يعني كبيرة يعني كتير، لو أنه جملها صغار بس هي أداءها هو اللي يعتمد عليها. مدير المسرح القومي في الحسكة اسماعيل خلف أوضح أن نص العمل الجديد يسلط الضوء على شخصية المروض المجسدة بالشخصية العم سام التي تتبع سياسة التجويع في العالم الثالث لإرضاخه وفرض إملاءاتها ومن ثم استغلاله، وذلك في إطار رمزي. الشغل والشغل على الممثل، ويعني أعتقد الهدف يعني من العرض هو هدف سامي بكل تأكيد، والعرض يأتي ضمن إطار العروض التي تقدم خارج إطار الخشبة ضمن صالة معارض، وهي تجربة أيضا يعني تم يعني شغل عليها في أكثر من عرض مسرحي. النص أعده وأخرجه عبد الله زاهد، وشارك في أداء شخصيته كل من الفنان باسل الحريب والفنان إبراهيم الدوخي. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا القانونية لليوم. يعد القانون هو المرجع الأساسي عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية والإدارية أيضا، لذلك الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافات لأنها مشتركة من كل النواحي وتخاطب جميع أطياف المجتمع في كافة نواحي الحياة، مما يجعل أي شخص يتصرف بشكل الصحيح فيما يتعلق بحقوقه وأيضا فيما يتعلق بقيامه بواجباته. لنعرف أكثر عن أنواع القضاء وبما يختص كل منا والمحاكم في سوريا، معنا المحامي الأستاذ مصطفى مليحان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك كافة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا نبلش مع حضرتك ونعرف أكثر بداية أنواع القضاء أو المحاكم القضائية اللي موجودة واختصاصاتها. تمام. هلا اليوم عندنا نحن بسوريا ثلاث أنواع من القضاء، إن القضاء العادي التابع لوزارة العدل، والقضاء الإداري، والقضاء العسكري. فنحن اللي بيهمنا هو القضاء اليوم الجزائي منهم، يلي هو القضاء الجزائي العادي والقضاء العسكري. القضاء العادي يلي هو بيختص بمحاكمة المدنيين، والقضاء العسكري يلي هو مختص فقط بمحاكمة العسكريين وكل من يتبع بالدعوة. طب خلينا نفصل للناس أكثر، كيف أنا بحدد أنه هيدا القضاء مثلا جزئي أو عادي، يعني عسكري أو لا؟ كيف تكون نوع القضية أو كيف بيتم تصنيفها؟ تمام. هلأ هون مرتكب الجريمة أو المدعي هي اللي بيحدد نوعية هي الدعوة. هلأ القضاء العسكري بيشمل أنه كل شخص أنه بيحمل الصفة العسكرية وقت ارتكاب الجريمة أو مكان وقوع الجريمة
أو إذا بيتعلق بأي أسلحة أو ذخائر تابعة للجيش فهون بيخضع للشخص للقانون العسكري أو للقضاء العسكري. أما بالنسبة للمدني فهو أي شخص بيرتكب جريمة هو مدني ليست عليها علاقة بالقضاء العسكري أو أي علاقة بالصفة العسكرية فهون بيخضع للقضاء العادي. طيب خلينا نحكي أكثر عن أنواع القضايا المتعلقة بالقضاء العسكري أو الأكثر شيوعا اللي بتراجع المحاكم بهذا الوقت. تمام. هلأ القضاء العسكري هو قضاء أصيل بما يفصل به وخاص بفئة معينة من المجتمع اللي هي العسكريين. فهون بتتحدد النوعية بالقانون. فهلأ القضاء العسكري بشكل عام يطبق كافة القوانين الجزائية الموجودة بسوريا. يعني القانون العقوبات العام بيطبقه، قانون العقوبات العسكرية اللي هي بتكون عقوبات عسكرية بحتة بيطبقه، وأي قانون جزائي صادر فهو يعني نفس القوانين. يعني إذا نفسر لما نقول في يعني قضاء جزئي أو في مدني، يعني بيختلف المدني على العسكري، نفس القوانين تطبق ولا لا؟ لأنه يحمل صفة عسكرية يكون له قانون مختلف. تمام. أو تعاطي مختلف فينا نقول. تمام. هلأ هون بتشوف الجريمة، هلأ هون في جرائم عسكرية بحتة اللي هو بنص عليها قانون العسكري، وفي جرائم هي عادية بيرتكبها العسكري مثل السرقة، مثل الاحتيال، مثل إساءة الأمانة. يعني هدول بيخضعوا للقانون العقوبات العام، بيحاكم وفق قانون العقوبات العام. أما مثلا جرائم عسكرية بحتة فهو يعني هو لما يكون العسكري في خلال دوامه مثلا يعني أصدر يعني صار تصرف أو جرم منه يختلف إذا كان بحياته الطبيعية ولا لا. يعني هو بحياته الطبيعية خلص شغله بالبيت وكان تمام ولا لا إذا كان على رأس عمله يختلف التعامل معه. تمام. لا فصلها هي. هلأ شخص مدني ارتكب جريمة، تمام، بعد ما ارتكب الجريمة بفترة أصبح عسكري أو يحمل الصفة العسكرية أو متعاقد عسكري، تمام. فهون جريمة وقت ارتكابها كان مدني فبيخضع هو للقضاء المدني. فإذا كان مثلا عسكري وارتكب الجريمة وأصبح فيما بعد مدني فهون يخضع للقضاء العسكري وليس المدني. هون المعيار هو وقت ارتكاب الجريمة، والصفة هون العسكرية هي اللي بتحدد وقت ارتكاب الجريمة إنه كان عسكري هون ولا كان مدني. أكيد. طيب أستاذ خلينا نحكي كمان عن فكرة مهمة، بعض الأشخاص ممكن يصير معهم صدامات أو مشاكل مع أحد العسكريين، هل أنا كمواطن عادي أو مدني بقدر روح ألجأ للقضاء العسكري لأقدم شكوى أو بقدمها بالمحكمة العادية وهي المحكمة العادية بتحولها على القضاء العسكري؟ تمام. هلأ هناك بعض الجرائم يختص فيها القضاء المدني رغم أنه موقوعه من على عسكري أو وقوعه على شخص انه على بيت العسكري. هلا جرائم الاموال بشكل عام هي تخضع للقضاء المدني على الرغم انه مثلا قد يكون هو بيت احد الطرفين منا عسكري. لا هلا بيكون احيانا ايه بيكون احد الطرفين عسكري ولكن مثلا حصلت سرقه ببيت عسكري. فهي السرقه اللي حصلت ببيته للعسكري لا تخضع للقضاء العسكري انما تخضع للقضاء المدني على الرغم انه هو بيت عسكري، لانه جرائم الاموال لا تخضع للقضاء العسكري إلا إذا كانت تمس الشخص العسكري. شو هي الجرائم اللي تخضع للقضاء العسكري والجرائم التي لا تخضع للقضاء العسكري؟ يعني قلت لها مثلا جرائم الأموال لا تخضع، هي تصنف الجرائم حسب القضاء العسكري؟ كيف بيتم تصنيفها لحتى هي يعني بيتم الحكم عنها من خلال القضاء العسكري ولا القضاء المدني؟ تمام. هلأ شخص انسرق بيته، تمام، فهون هذا البيت هو بيت عسكري بس الأغراض الموجودين هي أمواله العسكري فهون تخضع للقضاء المدني وليس العسكري. ولكن إذا حصلت داخل البيت سرقة أشياء مسلمة له من الجيش أو من قطعته فهون تخضع للقضاء العسكري. يعني إذا مثلا شخص له بدلة عسكرية له رتب مستلمة من القضاء من الجيش فهون صارت في سرقة على أموال الجيش فهون يخضع كل تصير السرقة للقضاء العسكري. أما إذا فس مجرد سرقة بدون أي عتاد أو أشياء مسلمة له من الجيش فبتكون قضاء مدني. هي من ناحية. الناحية الثانية تحديد الصفة بين المدعي والمدعى عليه إذا كان عسكري أو مدني. مثلا جرائم إساءة الأمانة، هلا جريمة إساءة الأمانة إذا كانت واقعة
على عسكري، فهي بتختص فيها القضاء المدني. يعني مثلا شخص عسكري حط أموال عند شخص، وهذا الشخص نكر هاي الأموال أو صار في إساءة أمانة، فهون ما بيخضع للقضاء العسكري إنما يخضع للقضاء المدني. أما إذا كانت بالعكس إنه اللي كان مسيء الأمانة هو العسكري، فهون يخضع للقضاء العسكري. فهي كمان من جرائم الأموال اللي هي بتقع هون إن على أمواله أو بتقع على شخصه. طيب كمان أستاذ خلينا نحكي عن فكرة إنه ممكن بعض الأشخاص يرتكبوا شيء وهن ضمن نطاق الخدمة العسكرية أو ضمن رأس عملهم في الجهة العسكرية، وبعد فترة يتسرح أو يطلع تقاعد وتصير مشكلة ويشتكوا على شيء قديم. بهذا الوقت هل بيتم تحويل الشكوى باعتبار أنه هو أثناء الفعل أو ما يثبت بأنه هذا الفعل كان بهذا الوقت هو عسكري، ترجع للمحكمة العسكرية؟ تمام. هلا وقت ارتكاب الجريمة هي اللي بتحدد إذا كان الفعل من اختصاص القضاء العسكري أو اختصاص القضاء المدني. حكينا سابقا أنه إذا شخص عسكري ارتكب جرم هو يحمل الصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرم، أو هو كان من المدنيين المتعاقدين مع وزارة الدفاع أو الجيش فارتكب كمان هذا الجرم، فهو هون بهذا التاريخ هذا بيكون اختصاص القضاء العسكري فيها. اما لو حتى بعدين تسرع حتى لو بعد فتره كذا بضل اختصاص القضاء العسكري لانه وقت ارتكاب الجريمه هو كان عسكري. طيب خلينا نحكي معك، يمكن اهم بنود القضاء العسكري شو هي، او اهم النقاط اللي يتناولها القضاء العسكري لما تم فصل القضاة، لما نقول قضاء مدني او قضاء عسكري، شو اللي بيميز القضاء العسكري عن القضاء المدني؟ تمام. هلا القضاء العسكري هو مثل القضاء المدني، القضائين بيطبقوا نفس القانون اللي هو قانون العقوبات العام وكافة القوانين الجزائية الموجودة، بالإضافة إنه قانون إضافة إلى قانون العقوبات العسكري اللي هو له علاقة بالجرائم العسكرية البحتة أو الصرفة اللي بيكون ارتكبها مثل جرائم الفرار أو العصيان أو أوامر عسكرية، فهي خاصة بقانون العقوبات، ولكن الطرفين بيطبقوا كافة القوانين، والقضائين مرجعيتهم واحدة اللي هي القانون، وبتنعرض كافة القرارات الموجودة عندهم أمام محكمة النقد اللي هي بتنعرض اللي هي بتفصل بهي القرارات. فكل القضائين سواء المدني أو العسكري قراراتهم خاضعة لمراقبة محكمة النقد. نعم. استاذ خلينا قبل ما نختم حديثنا نحكي عن اهم النقاط او النصائح اللي ممكن توجهها لاي شخص عنده مشكله وبده يتوجه لها، سواء كان محكمه او المحاكم والقضاء العسكري او القضاء الجزائي والمدني. تمام. هلا اي شخص بيقع عليه اي جرم بيقدر يراجع القضاء المدني بالدرجه الاولى، فهو القضاء المدني هو اللي قد يفصل إذا شاف إنه هذا الشخص عسكري، إذا كان غير معروف مثلا صفته لهذا الشخص إنه عسكري بيقدم هو ادعاء أمام النيابة العامة وبتحوله للقسم الشرطة أو على القضاء بجرائم مباشرة، فإذا تبين إنه عسكري بتتخلى عنها للقضاء العسكري، وممكن إذا كان عسكري فمباشر إقامة الدعوة أمام النيابة العامة العسكرية اللي بتحوله هي كمان على القسم المختص بالشرطة العسكرية وبيقوم إجراءات التحقيق وبترجع لعندها. فهنا هي أهم نقطتين فيهم. أكيد. بالختام بدنا نشكرك المحامي الأستاذ مصطفى مليحان على وجودك معنا، شكرا كثير لك. كل الشكر إليك وكافة المشاهدين، والشكر إليك. شكرا لك أستاذ. أكيد. سلمى، لهون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ملتقانا بكرة بنفس التوقيت على شاشة الإخبارية بتمام الساعة 9:30 صباحا. نتمنى مثل ما قلنا ببداية رحلتنا وبالختام أنه النهار يحمل الخير وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. أكيد نور، بدي ضم صوتي لصوتك وأشكر كل
اللي تابعنا وكان معنا بهالمساحة الصباحية واللي ما قدر يتابعنا لأي سبب إن كان عدم وجود الكهرباء أو ما أنا موجود بالبيت بيقدر يشوف الإعادة ساعة واحدة وخمسة أو بيقدر يشوف مقتطفات على صفحة الإخبارية السورية وصفحة صباحنا غير. لا تنسوا تراسلونا لأي مواضيع بتهمكن تكون حاضرة ضمن صباحاتنا. ضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.